تتمتع بعض النجمات بجمال جذاب وتألق مميز لهن، وقد يتساءل جماهيرهن من أين لهن هذا الجمال. وتكشف بعض النجمات عن مصدر جمالهن من خلال نشر صور لهن مع أمهاتهن. لنستعرض لكم أبرزهن في حلقة اليوم من توبة المشاهير. نشرت الممثلة مايا علاوي صوراً عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيها بجلسة تصوير مع والدتها، وعلقت مايا على الصورة بالقول: نقيضان بوجهة واحدة، امرأتان بهدف واحد، أمهات وبنات بين ثقافتين. ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا على جمال مايا ووالدتها. ومايا هي من أب لبناني وأم من الجنسية السريلانكية، وإضافة إلى التمثيل فهي عارضة أزياء أيضاً، وهي شاركت في بطولة عملين بارزين هما اعترافات فاشونيستا ومسلسل من إلى. أما الفنانة تارا عماد فقد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام صورتها مع والدتها، وعلقت عليها بأمي مع رمز تعبيري قلب، وأظهرت الصورة درجة الشبه الكبيرة التي جمعتهما. ومنذ وقت قصير احتفلت الفنانة هنا دمهنا بعيد ميلاد والدتها، ووجهت لها رسالة تحمل كلمات حب مؤثرة، وأشارت إلى أنها محظوظة لوجودها. وشاركت الفنانة هنا دمهنا صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وعلقت على الصورة قائلة: عيد ميلاد سعيد، أنا لا شيء بدونك، لا يمكنني أبداً أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل ما فعلته وتفعلينه من أجلي، فأنا محظوظة جداً لوجودك، فأنت تستحقين سعادة العالم، أنا أحبك من كل قلبي. كما كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن صورة لوالدتها شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام احتفالاً بعيد ميلادها. وظهرت في الصورة ريهام إلى جوار والدتها وهما تضحكان، وعلقت: كل سنة وانت طيبة يا أمي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا أزكى وأجمل وأخف دم ست في الدنيا. وقد ظهرت مريم فارس بإحدى الصور برفقة والدتها، حتى نالت الصورة إعجاب الجمهور بشكل واسع، في حين أكد قسم كبير من المتابعين أن هناك شبهاً كبيراً بين مريم ووالدتها.